السلام عليكم. هنشوف النهارده كلمات الدرس الاول والثاني في الوحده العشرة. معلش انا امبارح بس كان حصل لبس بسيط كده في الفيديو بتاع امبارح، اللي انا بدات بالوحده ال11 في اولى اعدادي وقلت ان هي الوحده العشرة، فمعلش حصل لخبطه بسيطه بس كده. نشوف الكلمات بتاعه الوحده العشرة الدرس الاول والثاني. الوحده اسمها facts and figures. facts and figures يعني حقائق وارقام. خلي بالنا بس كلمه ارقام ممكن نقولها figures ممكن نقولها figures، بس انا افضل figures، خلينا figures احسن. إنك يعني حبر، لايت هاوس منارة، بابايروس يعني ورق البردي، جلاس بيدز يعني حبات الخرز الزجاجية، توث بيست يعني معجون أسنان، ميجر يقيس والمضة منها ميجرد، إنفنشن اختراع، سوينج ماشين ماكينة خياطة، فاكتس حقائق، فيجرز أرقام أو أشكال هندسية، ويب بيج يعني صفحة على الإنترنت، ويب بيج، بيوتيفولي ده adverb يا جماعة، ظرف أو حال بمعنى بطريقة جميلة، Egyptians اللي هم المصريين، probably من المحتمل، earliest الأول من نوعه، salt الملح، calendar النتيجة أو التقويم، plants يعني نباتات، invent يخترع والمضى منها invented، accurately نحاول ما نبينش التي قوي هنا، accurately يعني بدقة، water clock يعني ساعة مائية، structure بناء أو مبنى، structure dress يعني يرتدي أو فستان والموضة منها dressed، الإي دي هنا ننطقها تا ساوند، history اللي هو التاريخ، Chinese صيني الجنسية أو اللغة الصينية، paper اللي هو الورق، tower برج، warn يحذر والماضي warned، danger يعني خطر، toothbrush فرشة الأسنان، jewelry يعني مجوهرات، dark مظلم، liquid سائل، hill يعني تل، swimmer سباح، writing الكتابة، colored يعني ملون. شكرا.